الصحافة تطورت وأصبحت مهنة، وهذه المهنة خصها مؤهلات وخصها موالي، وتم إهمال الجهات، وبالتالي احنا كانت في الفيدرالية كانت ولادة جديدة في يوليوز 2020. وانا غنقول لكم بكونانجيكم من الأخير الذي راهن على موت الفيدرالية المغربية الناشرة الصعود، راهن على السراب. لم يسبق أن كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أقوى أكثر من اليوم. الصحافة الإلكترونية من أفقر الصحف الإلكترونية في العالم، الصحافة المغربية إلى حيث واحد خمسة ولا ستة المواقع ما تبقى، يعني على المستوى الاقتصادي داكشي هش جدا. حتى الناس اللي كيحصلوا على الإشهار الثمن ديالو هو الأرخص حتى على مستوى العالم العربي. حنا تونس كيتباع فيها الإعلان في الصحافة الإلكترونية عشرات المرات أكثر من الإعلان في الصحافة المغربية. الدولة قامت بمجهود جبار خلال الجائحة وخصات 20 مليار، أكثر من 20 مليار، وصلنا دابا 23 مليار، 230 مليون ديال الدرهم في الوقت اللي كان الدعم ديال الصحافة 65 مليون درهم فقط. ولكن ضيف عليك استحبابه 10 مقاولات فقط استفادت من نصف هذا المبلغ، فيما 80% من المقاولات حصلت على أقل من الدعم الذي كانت تحصل عليه بدون كورونا. طبعا هي إكراهات متعددة تواجهنا وتواجه كل الزملاء والزميلات في مختلف أقاليم المملكة، وهذه فرصة مناسبة أن يعني يتم إنشاء هذه الفروع الجهوية من أجل يعني بحث المشاكل على لكل جهة على حدة، وبالتالي يعني يمكن صياغة يعني عمل مشترك لأجل الظهور بهذا القطاع. نحن كناشئين ديال المواقع الإلكترونية نحتاج إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول نحتاج كما يعلم الجميع إلى الدعم. الدعم، لأن الدعم ما هو يعني به تنجح المقاولة الإعلامية وبدونه تفشل. هذه مسألة لا يختلف حولها. المسألة الثانية مسألة ديال التكوين. مسألة ديال التكوين هي مسألة مهمة ومهمة بزاف. النقطة الثانية، ما يحز في النفس هو أن حالياً مدينة تطوان يعني تعرف التقهقر في هذا المجال، بحيث يعني الجرائد الورقية توجد جريدة واحدة في المدينة، يعني الحياة الشمالية من ناحية ما هو ورقي، من ناحية ما هو إلكتروني يعني كانت عقبة كأداء تواجه الصحفيين، بحيث نجد على أن أي صحفي ولج هذه المهنة هذه دائما كتجبر المدير الشركة. مدير الشركة هو غير مدير يعني لا يتوفر على البطاقة المهنية، وهذه الثنائية هذه خلقت واحد البلبلة كبيرة في مدينة تطوان. واش هذه الجهات مؤسسة عمومية شبه عمومية واش كنقولوا واش عندها صعوبة باش تمول هذه المقاولات؟ حنا ما بقاش نتمنوا الدعم الوطني، حنا مشيو في إطار جهوية، ما نتمنوش الدعم الوطني ديك 500 ورقة وطلعوا هبط الرباط في التيجي وكذا وكذا. هاد الدينامية مفادها تقوية إعلام القرب. نزلت الفيدرالية في خلال 4 أشهر الأخيرة إلى الميدان وأسست 5 فروع لها رمزية قوية. 3 فروع موجودة في أقاليم الجنوبية وهي على خطوط التماس في القضية الوطنية. أسسنا فرع في جهة الداخلة بكل ما تعرفه اليوم من دينامية في لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي. العيون، قلمي مودنون، الشرق، ووجهنا نداء وجدة من حدود بيننا وبين الجزائر. اليوم نحن في جوهرة المتوسط في هذه الجهة الواعدة، ولكن هذه الجهة لها خصوصية أنها كانت هي المهد ديال الصحافة المغربية، وبالتالي هذه المسؤولية التاريخية اللي كنحسوا اليوم أنها ملقات على الزملاء ديالنا. جينا أولا واحد الوقفة للعرفان واعتراف بما أسدته هذه الجهات الصحافة، لأنها كانت المهد كما قلت. ولكن كذلك جئنا بقوة، احنا 60 ناشرين كل رؤساء الفروع وممتلين بناشرين من جميع الجهات. جئنا لنقول أننا من بوابة المغرب نحو أوروبا، ومن هذه الجهة المتوسطية
أن نقول أنه يجب الاهتمام بالإعلام الجهوي ليكون في مستوى رفع الطموحات التقارب والتأهيل. لا بد هذه الجهة حرام أن تكون في كل جهات كيفما كانت متواضعة أو كيفما كان موقعها، أن تكون نفس المشاكل، مشاكل الهشاشة، مشاكل الحيف فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، مشاكل العلاقة مع الفاعل الجهوي سواء الترابي أو 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 أو, أو, أو الاقتصادي. فلذلك هذه كلها مشاكل نحن نكب عليها، ونفس الأسلوب، نفس خارطة الطريق، وهي أنه اليوم يجب أن تكون الآلية التنظيمية واحد الوسيلة قوية من أجل الترافع لتأهيل هذه الصحافة الجهوية. يوم عيد كون أن الصحف يعني الإلكترونية والصحف الورقية في جهة طنجة تطوان الحسيمة كونت واحد الفرع اللي مش يكون تحت اللواء الفيدرالية الناشرين للصحف، وهذا الفيدرالية الناشرين للصحف هي في الحقيقة محامي كبير لهذه المجموعة، لهذه المؤسسات، ومسحضة طنجة وتطوان والحسيمة بهذا الفرع هذا اللي مش يكون فيه مجموعة المعطيات اللي متعطى تكوين الصحفيين والدفاع عنهم في جميع المصالحهم سواء كانت مالية أو إدارية أو غير ذلك. اليوم كنشرفوا بالحضور في جهة طنجة، الحضور أشغال تأسيس الفرع الجهوي في الجهة الشمالية. اليوم تبارك الله الحمد لله تواصلنا مع الإخوان الصحفيين في هذه المنطقة في الأقاليم كاملة ديال الجهة، وتعرفنا على الإمكانيات والقدرات والحس المهني الكبير اللي عندهم، المواقع اللي كاينة، الجرائد الورقية، الإكراهات كاملة اللي كاينة. الحمد لله نتمنى كما يعني عطتنا الفيدرالية في إطار التفكير الجهوي ديالها، ويعني توسيع هذه الجهوية الإعلامية يعني لهيكلة وتقوية إعلام القرب، إعلام الجهوي، ورفع الحيف اللي عنده ومعالجة المشاكل ديالو. نتمنى أن الإخوان في الشمال حتى هما يأسسوا واحد الأرضية جديدة للاشتغال المؤسساتي في طرف الفيدرالية، ويطرحوا أرضية للاشتغال ويناضلوا من أجل المشاكل ديالهم. يعني نفس المشاكل اللي كان هنا راه عندنا نيت حنا في جهة المودن وجهة الصحراء الثلاثة، يعني عندنا مشكلة الإشهار، عندنا مشكل ديال المقاولة الإعلامية يلاه كتهيكل، عندنا الإعلاميين اللي كيخدموا وكيشتغلوا ليلا ونهارا، يعني تقريبا ما المداخل المادية ديالهم محدودة. نتمنى أنه تنمية الموارد ديال المقاولة الصحفية الجهوية من خلال الإشهار، من خلال دعم عمومي يعني كيراعي الخصوصية الجهوية لا هنا لا في الشمال لا في الجنوب، لأن الشروط اللي كتوضع في مركزيا هي يعني كتناسب فقط الجرائد اللي قرب المركز، ما كتناسبش الجرائد الأخرى، وهذا هو العمق ديال العدالة المجالية، لأن خاص تكون الشروط يعني كتناغم مع المستوى ديال المقاولة الإعلامية. المقاولة الإعلامية يلا كيتأسوا يلا كيتهيكلوا، مازال مشكل الضمان الاجتماعي، مشكل الإشهار، مشكل. وكنشكركم على هذا اللقاء وتحية لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.